حبيبي فتوته يالا يا امشي يالا يا فتوته فتوته يا حبيبي فتوته يا فتوته حبيبي فتوته يا عليا يالا يا فتفيتو يا زحلب يا حبيبي فتوته دلوقتي في كافيه بافيلو انت دلوقتي اهم واحد اكيد لما قلت لك اقف عشان تتعلم تركيبه الكرم اللي بيعملها عبقرينو انت اتعلمتها اكيد التركيبه لما انا اوقفك جنب التركيب فطوطه يا فطوطه التركيبه يا حبيبي التركيبه اللي احنا بنعملها عشان ناخد تبس من الناس اللي انا خليتك انت اتعلمتها صح ولا ما اتعلمتهاش ولا لا استنى ايوه فاهم التركيبه اللي انا قلت لك اقف جنب عبقرينو وهو بيعمل شويه حاجات انت اتعلمتها صح ولا ما اتعلمتهاش ولا بقول لك ايه افهمني كويس التركيبه انت اتعلمتها صح ولا اسكت اسكت انت اسكت ما تقولوش حاجه سيبهولي حاضر متخلف ايوه ماشي مش ما انت بتقول له ماشي انت حمار ماشي يا مستر خلاص عبقر فطوطه يا فطوطه عايز يبقى معاك فلوس كتير قوي وتبقى غني جدا 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 يبقى انت اكيد اتعلمت التركيبه اللي خليتك تقف جنب عبقرينو عشان تتعلمها وتشوف المقادير صح صح ولا ولا تسكت خالص ما تتنايل اسكت مش عارف اتكلم معاه فيها ده انت بس يا يلا يا فطوط عايز ايه مني عايز ايه عايز ايه انت عايز الياد يا فطوطه والله انا فرحان بيك جدا أكن أنت وقفت جنب عبقرينو وعرفت منه سر الخلطة بتاعت الكرم ده أنا عرفت التركيبة بتتعمل إزاي وزبطت لكم تركيبة هتاكلوا سوا وبيعكم وراها يا حبيبي يا فطوطة أيوه بقول لك إيه التركيبة دي مهمة جدا عشان الناس تدينا تبس بزيادة طبعا دي مش هتبقى تركيبة الكرم بس ده هتبقى تركيبة كرم جابر وهنلبس ميدالية ونروح أولمبيات بكين وننزل في البسين ونلعب بالبكيني وننزل في البسيني ونلعب يا سلام أيوة يا زمامورة يا فتوتة أيوة بص بقى أنا نفسي أعرف منك التركيبة عشان لو أنت غبت أو تعبت في يوم كده يعني سهلة وبسيطة أيوة حاجة بسيطة سهلة تجيب بضاية مسلوقة تقسمها نصين النص الاولاني فيه البياض تعمل فيه ايه ترميه تمام النص الثاني فيه الصفار تعمل ايه احذفه سلام عليكم كنت على سلام عليكم ايه انت بتشتغلني دي مش التركيبه ده سر يا سموره لو قلت لك عليه يشنقوني ماشي خلاص ماشي هسيبك يا عم وهسيب لك السر يلا اتفقنا يلا على البركه يلا يلا شوف لك حته ناشفه اقعد فيها ماشي. يلا اتكل على الله ماشي يا حبيبي باي 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 يلا اللي بعده فطوطه ايوه فطوطه جاهز بالتراكيب ده انا انا عامل لك تركيبه جديده ما حصلتش تركيبه جديده يا لعيب عملت ايه تركيبه اللي ياخد منها شفطه يقول الحق على طول طب كويس ثواني واحده ثواني واحده يا فطوطه هي دي التركيبه لياخد منها شفطه يقول لحق هنسيبها هنا عشان ما حدش يلعب فيها ماشي والتركيبه دي بقى اقول لك عايزين نجربها نجربها في مين في سموره سموره بيحبني كده كده هيقول الحق احنا نجربها في الواد الزبال اللي شغال هنا اللي بيكرهني نجربها فيه نجربها لكن سموره بقى مش هينفع سموره انه كده كده ايه بيحبني جدا أصلاً. انت ما تعرفش بيحبني قد بيحبني زيك بالظبط سبحان الله سبحان الله ايه ده ايه ده ده شرب من المسحوق مش مشكله ما كده كده بيحبني مش انت كده كده بتحبني؟ بحبك ايه يا راجل يهطل؟ انا بيضحك اهو بيهزر اهو والله ما بهزر ده بص وشي مكسر ده انت راجل مقرف وانا ما بطيقكش يا راجل انت انا مقرف ايوه يا راجل ده انت وجلده وبخيل انا بخيل يا سمير ما ده انا بحبك يالا ده انت الجنيه يطلع من جيبك ينط في الجيب التاني انا الجنيه يطلع من جيبي ينط في الجنيه التاني ده انت نتنياهو انا كزري كزاره زي علب الزباله كده فطوطه هو كده كده سموره خد اشرب وانسى اشرب وانسى بلبع حلوه قوي
انا بكرهني، انا انسان كذب، انا بخيل، بس اهم حاجه اللي احنا بنحب بعض. طبعا. وطالما بنحب بعض هنفضل على طول مع بعض، صح؟ صح. ولا ايه ده؟ ايه جملة ده؟ ايه ده؟ عايز ايه؟ فطوطه ولا سربته؟ اتسرب انت بقى. ايوه حبيب. هروح انا اشوف الزعبله فين. كل ما الزنق يقول زعبله. لا حول ولا قوه الا بالله. بتعيط ليه يا حبيب؟ مراتي بتخوني تاني. يا الست دي ما بترحمش. رحت الشقه قفشتها مع السباك. هي مش كانت اول امبارح مع النجار وقلنا معلش هتلاقي الراجل بيركب السرير، دلوقتي هنقول ايه على السباك؟ بيشد السيفون. انا مش عارف ايه حبها في المهن الحره. يلا معلش ما تحطش في دماغك يا فطوطة. ايه ده؟ هو ماله الولد ده؟ مراته بتخونه كالعادة. زعلان؟ اه. ده انا معايا تركيبة هتخليك مبسوط تنسى اي حاجة. مراته بتخونه يا فطوطة. ايش يا رب؟ مراتي بتخوني. والله رحت قفشتها مع السباك. انت عارف مين السباك؟ مين؟ انا. وعارف مين النجار؟ مين؟ انا. ما كنتش بسرلح السرير على فكره. ده انتوا فاتحين عضويه بقى. يا لهوي ده انت المدام مهلبيه بس انت مش فاهم. انا مش متجوز اساسا. ربنا يخليها لنا. ولا ايه يا زعبلة؟ ولا ايه؟ عامل ايه؟ زعبلة. افهم بقى، انت كل ما تنزل تقول زعبلة. ولا هو مين؟ اخوك مسعد ان شاء الله. اهلا وسهلا. وانت في ايه؟ انت مش اسمك سموره؟ اه. خلاص مالكش فيه بالباقي. طالما اسم مش بناديكي صح؟ بتناديني انا صح وناسي باقي الاسامي. المهم احفظ الاسامي مره. كله في البتنجان. يلا نغني يا عم ونفرح ونتبسط، سيبك من الحزن ده. افرح وانبسط. ايوه يلا. يلا يا حبيبي. يلا يا حبيبي يلا هغني لكم اغنيه بقى راب. يلا ماشي. اسمعني واعرف بتكلم مين. هي انا ملك الارض العظيم والدنيا دي ليا كلها من شرقها لغربها، لكن عندي الميه وعندي الهوى. ايه عندي امتحان بكره يا لا، عندي منا وعندي حسام، وفي السكه جاي لي هشام. عندي كحه عندي زكام، وهاخد كونجستال وانا انا طعم البعاد صبار والغربة ليل بهتان. يا هاني يا محمود إياك تكون حنداه، لو طالت المسافات أنا عندي عربية بسات، وهروح العين السخنة وأروح عدي بالذات. يا هاني يا محمود إياك تكون ده. أنا بشتغل عشان يخش. آه يا جماعة انتوا قافلين الكافيه ليه؟ النور منور. زبون اهو هروح اشحطه بسرعة. افتح للزبون بسرعة. اتفضل يا استاذ اتفضل. اوعى يا قافلين الكافيه ليه؟ في حد يقفل الكافيه يا جدعان؟ صباح الفل يا فندم. صباح النور يا عم. قافلين ليه على الصبح؟ مفيش، بس الولد ده كان والدته تعبانه بس ففتحنا متاخر. لا ما الكلام ده بقى في البيت مش في الشغل. اسفين يا فندم، احنا خدامين الجزم يا فندم. ده ما اه والله فعلا احنا خدامين كل الجزم. طب هو ده مدح ولا شتيمه؟ افهم بس وارد. ده مدح بس. مدح.
جديد لسه نازل. ماشي 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 يا فندم. حضرتك تشرب ايه؟ اشرب لا شويه كده شويه. اه انت من الناس اللي بيقولوا شويه وبيفلقوا دول. عارفكم انتوا قدامين الجزم يا فندم. ايه الناس دي في ايه؟ الو الو يا خالد. إيه انت سامعني؟ ايوه سامعك يا عم. بقول لك انا قدام كافيه مكتوب عليه بافلو كافيه. بافلو؟ ايوه بيو فلو. خش يا خالد خش. يعني خش. هو ده ما تقول لي خش بدل ما نضيع رصيدي على الفاضي. جاي تقابلني في كافيه؟ اه يا عم ايه المشكله ده؟ وعمال اكلمك ما بتردش عليا. ما انا رديت في الاخر. عايز ايه؟ رديت ايه ده؟ ايه الموبايل ده؟ اه شفت الموبايل ده حلو قوي. بص تعمل كده تيجي صوره، تعمل كده تيجي صوره ثانيه، تعمل كده تيجي صوره، تعمل كده صوره ثانيه. بص ده جبته منين ده؟ كسبته في كيس شيبسي. يا عم بقول لك ايه، انا يلا نمشي يلا نمشي. لا نمشي فين يا عم؟ بص الكافيه حلو والله. يا عم بلاش الكافيهات دي اسعارها غاليه وانا ماليش في الدفع. مفيش الكلام ده، هنقعد هنا. مش الكافيهات دي اللي بيجي واحد ببدله بيقول لك تشرب ايه اول ما تقعد؟ اه بس اذا كان هو لابس بدله الحساب هيبقى كام؟ لا بلاش. اسمع يا عم اسمع مني انت، هنا كافيه رخيص قشطه. تعال نروح قهوه عم زقلة، المشاريب برايقه. لا مفيش زقلة، هنقعد يا عم هنا. اخر مره قعدت في كافيه الراجل جاب لي المنيو. طب عدينا بافلو وعديناها، ايه المنو ده؟ يا عم اللي هو بيبقى صفحة ابيض واسود اللي هو احنا بنقعد نلون ده. انا لقيت رسمه عجبتني قلت له هات لي دي، طلعت بيتزا. قلت له بكام البيتزا دي؟ قال لي ب 30 جنيه وانا بقى تنك قوي. برنس. قلت له هات لي البيتزا دي. قال لي اجيبها لك فاست كرافس. قلت له يا ريت ولو في بقدونس حط مع كرافس. المهم استمتع وانا باكل. بص مش مهم الفلوس، المهم تتكيف. قال لي تحب حضرتك اجيبها لك اطراف سوسيس؟ قلت له هات ان شاء الله اطراف صناعيه. بقول له كام الحساب؟ قال لي 300 جنيه. شفت ملاش. شفت كانت ب 30 جنيه حط لي شويه هبل بقت 300. لا ما احنا هنا مش هنحط حاجه بقى، احنا هنا نطلب حاجه حنينه، نطلب شاي. شاي حلو. الشاي رخيص ده. اه رخيص حاجه حنينه كده بس ماشي. بس نطلبه فتله كده سعره هيزيد. لا مش هيزيد ولا حاجه. افهم بقى انت مش فاهم الموضوع. احنا هنشرب الشاي، بعد ما نشرب الشاي ناخد الفتله نعمل لك وشك نروق لك الموضوع. حلو ده، انت اقتصادي قوي. امال ايه؟ يلا بينا ونحط على الشاي بقى ايه؟ نعناع. ماشي. وقرنفل. انا حاسس ان حادثه البيتزا هتتكرر. هو قاعد يقول لي زيك هروقك واحط لك عليه الحاجات الغريبه دي. ما تقلقش يا ابني. لا ما فيش الكلام. بص انا عندي فكره احسن. احنا الراجل ده يجي السنتيح ده اللي هو الرخم اللي بيجي يقول لك تشربوا ايه، اول ما يجي يقول لنا كده اقول له يا ابني انت مجنون، مش شايفنا مش فاضيين وبتاع، غور في 60 داهيه. ماشي. فيغور واقول له عدي علينا بكره. بكره كتير، عدي عليه كمان ساعه كمان ساعه. اه ماشي. بس احنا نستنى اي حد يعبرنا بقى ان شاء الله. حد يجي بس. صباح الخير يا فندم. بس الرخم جه. صباح الزفت عليك. تشرب ايه حضرتك يا فندم؟ ايه ده لازم اشرب يعني؟ انا لسه جاي يا ابني، انت مجنون. احنا في عشاء عمل. عشاء عمل ايه ده؟ احنا الساعه 11 الصبح. 11 الصبح احنا مطبقين، هنتعشى دلوقتي وننام. طب يعني حضرتك تطلب ايه؟ ما ينفعش والله تقعد من غير ما تطلب. ده رخم بجد. انا اطلب يعني؟ اطلب المسؤول يا بيه. ليه حضرتك مسؤول؟ ده انا لسه ما استفعتش والله. هم بيزعقوا يقولوا هات المسؤول. أيوة. ده بيخاف. اروح هات المسؤول. يلا يا فندم ظلم والله العظيم. ليه مسؤول؟ ما عملتش حاجه. ده بقول لحضرتك تطلب. صعب عليا صعب عليا. خلاص خلاص. عايز ايه حضرتك؟ تطلب ايه؟ ما يا ابني طلبت المسؤول. بص هات لي واحد مسؤول. وانا كمان عايز المسؤول. يبقى خليهم اتنين مسؤول وهات شاليمو معاه. شاليمو واحد. انا اشرب من المسؤول على طول. ده مجانين دول ولا ايه؟ يا رب الاقي مسؤول ساعة في الثلاجه. عموما احنا خدامين الجزم يا فندم. شكرا. شوف 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 الراجل رحب بيا ازاي. لا واحترمنا. شاف شكلي قال لي الجزم. بص الحمد لله بنورك في كل مكان. تعال نقعد على الاريكه. يلا تعال. يلا يا انت بقى جايبني الكافيه. اتخانقت مع مدير الشركه وجيت جايبني الكافيه ده ليه؟ حوار جامد بقى. خير حوار؟ انت مش فاهم الحوار جامد قد ايه. اتفرج. عارف الاكونت اللي انا عامله على الفيسبوك؟ اللي هو حلاوه بزياده. حلاوه بزياده. هو ده. بكلم واحده من عليه. فورتيكا بقى. بجد والله فورتيكا. حاطه صورها بقى والجو. اوعى. لا مش حاطه صورها. يبقى سيبها. لا 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 اسمع مني، انا خبره في الفيس. ليه يا ابني؟ قعدت اكلم واحده 3 سنين وصور وهم، قابلتها طلعت اوحش مني. مفيش الكلام ده. مفيش اوحش منك يا صاحبي. والله في يا عم. دي بقول لك شايله 3 سنان وحوله مكتوب هنا كافر. يا عم وحش. اسمع مني والله.
شكلها مريب. بص انت، طب هي اسمها ايه؟ اسمها كان اسمها الاكونت بتاعها اسمه ايه؟ ايه؟ قشطه بالعسل. اسمه قشطه بالعسل؟ ايوه. بس انت حلاوه، وهي قشطه هتتقابلوا فين؟ في الملكي. يا ابن اللعيبه، بقول لك إيه؟ طب هي هتيجي هتعرفها ازاي؟ هتخش هتلاقيني قاعد تقول لي بقى انت حلاوه، انا اقول لها انت قشطه تقول لي بس. حلو قوي. طب وانت جايبني معاك بقى ليه ان شاء الله؟ ما خليك معايا عشان انا بتكسف في حط امك. يا ابني بتتكسف؟ انت مش متجوز؟ متجوز بس بتكسف. يعني انت مخلفتش عيال؟ مخلفتش، لا مخلفتش، ما انا متجوز بنت عمي. ايوه، ايه العلاقه يعني؟ ما اللي يتكسف من بنت عمه ما يجيبش منها عيال، وانا بتكسف. طب ما تطلقها، يمكن تاخدوا على بعض شويه. والله فكرت بس ما قدرتش. يعني انت جايب معاك الواد الشقي يظبط لك الدنيا؟ بالظبط، خليك معايا وانا حط امك بكسر. افهم بقى، لو جت شافتنا جنب بعض مش هتلغيك، انا اقعد لوحدي وانت لوحدك، اكننا ما نعرفش بعض. ماشي. انا هعمل باشا هناك. بص الباشوات، بص بص الباشا. بص، بدله من زاره دي، وده حبل سناره جايبه معاك. بص احنا ما نعرفش بعض خالص. اقعد بس، تعرفنيش. صدق الواد ليه حق، ليه حق يدخل يقول لنا احنا خدامين الجزم. يا عم تشابه جزم مفيش حاجه. بقول لك بص بقى، احنا ما نعرفش بعض، اختبرك. يلا. أيوة. ماشي. يلا اختبرك لو سمحت. يا ايوه يا خالد. خالد ايه يا ابني؟ ما نعرفش بعض. انا خالص خالص. يلا. ماشي لو سمحت. يا ايوه. هي الساعه كام؟ انت متاخر يا خالد ولا ايه؟ خليك معايا. يلا انت غبي. بص اقول لك لو سمحت ما تردش عليا. خلاص. بس بس بص الناحيه الثانيه وصفر. صفر. قول لي قول لي لو سمحت. لو سمحت مش هرد عليك. بس صفر. يلا. اوف بقى يا ربي اوف. ايه ده، ساعه عشان اركن؟ مش معقول. دي قشطه عشان اركن؟ مش معقول. يا رب بس ما يتاخرش. دي قشطه قوي. ايوه. يلا 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 لغيها. يلا لغيها. ايه لغيها ازاي يا عم؟ ازاي؟ قول اي حاجه بس.